ثم قال ربي سبحانه وتعالى مبينا ألطافه ورحمته وكيف أنه بعباده رؤوف رحيم، ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم. ربنا سبحانه وتعالى الناس فيه، هناك ناس بيدعو ربنا عز وجل بالشر وهناك ناس بيدعو بالخير. ناس بيدعو بالخير: يا رب وفقنا واهدينا ونجحنا واعطينا وامنحنا واعمل لنا، ده كله بالخير. الله تبارك وتعالى يجيب دعاءه، ولو أجله تأجيل الإجابة لحكمة نحن لا نعلمها، انت ما تعرفهاش، لكن طالما دعيت ربنا عز وجل وأخلصت في الدعاء اعلم بأن الله تعالى قد سمع دعاءك، وسماع الدعاء يتضمن معنى الإجابة، بيتضمن معنى الإجابة، ولكن مش شرط الإجابة تقع كما أنت تريد، مش شرط الإجابة تقع في الوقت الذي تريد. ما أنت ممكن تقول وأنت مسافر: يا رب تلاقي عربية توصلني المنصورة حالا عشان ألحق أفطر في المنصورة، وبالفعل تروح تتلاقي راح طلع قدامك. يعني أنت لو خطيت خطوتين ممكن تدرك هذه السيارة. ما تقولش بقى دعيت ربنا وربنا لم يستجب دعاء، من أدراك؟ هذه السيارة وهذه المسألة وقعت، ولكن لن أقول تفصيلها بالضبط. هذه السيارة يمكن أن تسير فتنقلب في الطريق ويموت من فيها. إذن ربنا سبحانه وتعالى لم يجب دعاءك لخير لك ومنفعة تصيبك، ولكن أنت لجهلك ولعدم معرفتك الغيب ظننت أن الدعاء لم يجب. هذا مثال أريد أن أبينه، أو أردت أن أبينه كي أقول لحضراتكم بأن الإجابة ليس معناها أن يقع ما تريد. يمكن أن يقع ما تريد، ويمكن أن يصرف الله تعالى عنك بلاء لا تحتمله، وهذا البلاء قد يمنعك عن خير كثير. فالله تبارك وتعالى يسمع دعاء عبده إذا دعاه في الخير. طب إذا دعاه في الشر؟ الله تبارك وتعالى لا يجيب دعاءه في الشر في كل حال، كما يجيب دعاءه في الخير في كل حال. منتبهين معي في المسألة دي؟ يعني في الشر لا يجيب الله دعاءك في كل حال، كما يجيب دعاءك في الخير في كل حال. لأنه لو أجاب دعاءك في الشر كما يجيب دعاءك في الخير لقضي إليهم أجلهم، أي لهلك الناس. ولهذا عند البزار وعند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تدعوا على أنفسكم، ولا تدعوا على أبنائكم، ولا تدعوا على أموالكم، لا يوفق لكم ساعة يستجاب فيها هذا الدعاء. فإذا دعوت على نفسك قد يوافق هذا الدعاء الساعة التي يجاب فيها الدعاء. لا تدعو على نفسك ولا على ولدك ولا على مالك. بعض الناس يقول لابنه: روح يا رب ما تجيلي إلا متقطع حتت، أعوذ بالله، ربنا يحط عليك كذا ويشلك ويعمل لك، أو يدع على بنته. لا، لا تدعو على نفسك ولا تدعو على ولدك ولا تدعو على مالك. المال اللي هو ما تملك، المال هو ما تملك سواء كان مالا صامتا أو مالا ناطقا. يبقى قول الله عز وجل في بيان لطفه ورحمته ورفقه بخلقه: ولو يعجل الله للناس الشر استعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم، لهلكوا.